امثله واقعيه. احنا مش عايزين يا جماعه غزوه الصناديق تتكرر تاني. غزوه الصناديق لما استشعروا ان هم ممكن يتمكنوا من مصر ومن المصريين بعد مارس 2011 شفناهم عملوا ايه؟ بعد مارس 2011 عملوا حاجه اسمها جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتيجتها في 2011 قطعوا ود مسيحي في قنا بحجه ان ده حد. وفي 2012 قتلوا طالب في كليه الهندسه في السويس عشان ماشي مع خطيبته في الكورنيش من غير محرم. ولولا يقظه الشعب المصري وتدخل القوات المسلحه لاستمروا في هذا الامر. اذا هم لو تمكنوا ستدخل مصر حرب اهليه لا محاله. اذا تمكنوا زي ما الاخوان المسلمين كانوا مفهمنا ان هم ناس بتوع ربنا وان هم يهمهم الشعب ويهمهم الوطن، وانا عصرتهم في مجلس الشعب، ولكن حين تمكنوا انقلبوا الى شياطين. انا اقرر من الان وامامكم ان السلفيين اسوأ من الاخوان المسلمين. احنا يا جماعه عشان غزوه الصناديق ما تتكررش وما نخشش في متاهه ونخش في حرب اهليه، لازم ننزل بكثافه في الانتخابات، ولازم نتواجد جميعا امام صناديق الانتخاب، لان هم بيراهنوا على ايه؟ بيراهنوا على انه قوتهم او ناخبينهم منتظمين في النزول الى الصناديق، واحنا ما بنهتمش بحكايه النزول للصناديق، لا، احنا عايزين نثبت ان احنا الاسبق في النزول الى الصناديق وفي الانتخاب. السلفيين او حزب النور يتبع مبدا اخر، دل عليه الحادثتين اللي انا قلتهم. المثل اللي بيقول الايد اللي ما تعرفش تقطعها بوسها وحقتها لغايه لما تتمكن منها وبعدين تقطعها من غير رحمه. انا بدعوكم يا اخواني وبدعو كل حر مصري يهمه استقرار البلد ويهمه انه البلد تتقدم الى الامام انه ينزل بكثافه الى صندوق الانتخاب. وانت في لجنه الانتخاب في ورقتين، ورقه فردي وورقه قايمه. الورقه الفردي هتختار فيها عدد النواب اللي بيمثلوا الدايره، وورقه القايمه فيها عدد القوائم.